مرحبا بكم في قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. مع التفاصيل: فاجعة بإقليم الحوز، انهيار صخري يودي بحياة رجلين. لقي شخصين مصرعهما بإقليم الحوز إثر انهيار صخري، إذ تعود أسباب الحادث إلى محاولة الهالكين زيادة منسوب مياه عينين بعد ملاحظتهما ندرة المياه بها لم تفي بالغرض من أجل سقي مزروعاتهما حسب الأحداث المغربية. وأوضحت اليومية أن الشخصين كانا منهمكين في عملية الحفر بغية زيادة منسوب مياه العين الموجودة فيما يشبه غارا داخل أحد الجبال القريبة من دوار أمزغني. انهارت كمية من الأتربة فوق رأسيهما لم تترك أي فرصة للهالكين للنجاة، كما لم تفلح جهود السكان في انتشالها.